ايه، هذه رسالة بعثها الوالد سي عماد لعبد الله الكعلي اللي كان قال لي عن نصب مدير للحزب. كان تعاود تقرا لنا سامحني الرسالة خليه يفهموا الناس شكون كان الشيخ أحمد الأزرق. من عبد الله أحمد الأزرق إلى عبد الله المنجي الكعلي، سمعت خطابكم ساعة تنصيبكم مديرا للحزب، وما كنت لأستمع إليه لولا ما سمعته من بعض معارفكم الذين ذكروا لي ما تمثلوه فيك من بعض الأنباء وملامح التدين، وأنك صاحب نفس فيه استعداد للإباء وشيء من الأنفة، ولقد ساءني جد الإساءة، ولعل ذلك راجع إلى حماس الشباب. ما قلته في معرض الحديث عما يسهل مهمتك، فنسيت ربك الذي خلقك فسويت. النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء للعالمين بشيرا ونذيرا وهاديا وسراجا منيرا، ونسيت الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، فلم تذكر إلا أنك ستهتدي بتوجيهات المجاهد الأكبر، وهي المصباح الذي ينير طريقك، فلا الكتاب ولا السنة كان لهما أثر في نفسك. ألا تتق الله يا رجل؟ أرجو أن تكون فيك بقية من خير، فتبادر إلى التوبة وتستغفر ربك على هذه الجرأة على الله وعلى رسوله. و هنا يعمل تعليقات على الكلمة التي ألقاها، يقول مما هو الكعلي يقول مما يسهل لي مهمتي هو أن أهتدي بتوجيهات فخامة الرئيس المجاهد الأكبر، وهي مصباح ينير لي الطريق. وهوني عامل نقاط استفهام الشيخ أحمد الأزرق، عامل نقاط استفهام. خطاب الرئيس المؤتمر الأخير، به نعمل وعليه نعتمد ونهتدي به أسنية و وبه وبهديه نقتدي وبهديه نقتدي نكون بلغنا الرسالة وأدينا الأمانة وحققنا لحزبنا الخلود. نقاط استفهام كيف نغرس الحزب في قلوب كل المواطنين؟ لو أنك قلت نغرس تقوى الله لكان أقم أهدى. جديد ومتجدد على الحزب. الحزب هو الذي خلق هذه الدولة، الخلق للخالق وحده. الحزب صالح لكل زمان ولكل مكان، فماذا أبقيت لرسالة رب العالمين الخالدة؟ وهذوما الرسالة هذه بعثها نسخة إلى مزالي، إلى شاكر، إلى بالخوجة، إلى جيجا، إلى بالي، إلى معلة، إلى الأسرم، إلى الصياح، إلى المبزع، إلى بن ذياء، إلى بن عثمان، ولا شكون عثمان، إلى صفر، إلى بن جمعة، إلى الناصر، إلى الزغل، إلى الكعلي، إلى بالحاج عمر وابراهيم. نسخة لكل شخص. هذه من الوثائق اللي توا لقيتها البارح، لقيتها وانا نبرمج من ضمن وثائق الوالد. من ضمن الوثائق.